عالسلامة، مرحبا بيكم، مرحبا بالناس الكل. معاكم الشيف هنداتي مدينة بنزرت. إن شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. إن شاء الله اليوم أنا باش نقدم لكم وجبة الإفطار، باش نحضر شربة متاع شعير بالحم البقري. الطبق الرئيسي باش نحضر عين سبانيولية بعظم السمان، باش نحضر سلطة تونسية سلطة الفقوس، باش نحضر كعيبة بريك، وللسهرية باش نحضر الوصفة متاع الزريقة، وللسحور باش نحضر المسفوف اللي بالدقلة والفاكهة. وتوا باش نبدا في تحضير الوصفات، اما راني مانيش باش نصورهم مع بعضهم، كل وصفة باش نصورها في فيديو وحدها باش ما نطولش عليكم الفيديو. الوصفات اللي ذكرتها في كل فيديو تو نخلي لكم الروابط نتاعهم في صندوق الوصف. وتوا باش نحضر البريك، هذوما المكونات اللي حضرتهم. البريك متاع اليوم انا باش نحضرو بك الحشو اللي فضلي متاع عين سبانيولية، الحشو هذايا باش نطيبو. حضرت شوية ملسوقة، هذوما ورقات الملسوقة. انا باش نطيب كان كعبتين بريك، كل واحد يحضر قد العيلة اللي عنده. حضرت كعبتين عظم، فلفل لاكحة، ملح. البريك متاع اليوم انا باش نحط فيه شوية هريسة باش نعمل محرحر شوية، وحضرت شوية جبن جرويير، وعندنا زيت للقليل. توا باش نبدا نحضر اكل العباد متاع البريك. نصب شوية ماء، لازمنا نصبو شوية ماء في اللحم المفروم، ما كانش راهو يكعبر لنا. نحلوه هكايا، وتوا باش نشعل عليه الغاز ونحطو يطيب. وكان نقعد ساعة ساعة نحرك نخليوه يطيب حتى ينشح الماء متاعو. الحشو متاع البريك طاب، خليته حتى نشح الماء متاعو كيما توا هكايا نطيبوه. توا باش نطفي عليه وباش نحضر الكعبات متاع البريك. نصب الزيت في المقلة، نشعل الغاز، نبدأ نحضر البريك. ناخذ ورقة الملسوقة باش نحط شوية هريسة، اللي يحب راهو، اللي يحب ما يحطش الهريسة ينجم ما يحطش، أما الهريسة هذيا مفوحة ديالي راهي بنينة برشا. حبيت أنا البريك نعملو محلحل شوية، وبعد ما حطيت الهريسة توا باش نحط أكل الحشو فوق الهريسة هكايا نحطوه. توا باش نكسر كعبة العظم، الزيت بدا يسخن، باش نحط شوية فلفل أكحل، نحط شوية ملح، نحط شوية جبن جرويير، وتوا باش نقليها كعبة البريك. نرجع ليها الزيت، توا باش نقلبها طيب على وجهها الاخر. كعبة البريك هذيا طابت، وتوا باش نقطرها من الزيت ونطلعها، ونكمل نطيب البريكة الثانية. نحط شوية هريسة،
بعد ما حطيت الهريسة نحط شوية لحم، نحط شوية فلفل أكحل، شوية ملح، شوية جبن، هاي الثانية نتاع البريك طابت، وهاني توا باش نقطعها للزيت. هكا يكون قليل البريك، نحمروه شوية. الكعبتين البريك هاني كملت تقليتهم، نعصر عليهم عصير عطارس وناكلو صحة وبالشفاء. وتوا ما بقى لي كان باش نقولكم شاهية طيبة وبالسلامة.